يعني قد نشهد تشويش في الاتصال نتيجة التنقل على الطرق الالتفافية مجددا. ما حدث في حوار قبل نحو ساعة من الآن أن شابا فلسطينيا وصل بمركبة تقول بعض روايات شهود العيان بأنه يرتدي ملابس تتبع لمجموعات من الأسود قام ب نعم خالد وترج نعم أسمعك هل تسمعيني؟ نسمعك الآن. نعم وترجل من المركبة وفتح النار بشكل مباشر باتجاه مركبة للمستوطنين وبعد ذلك فر على قدميه من موقع عملية إطلاق النار. جيش الاحتلال أعلن عن مقتل 2 من المستوطنين حسب وسائل إعلام عبرية وبدأت عملية الملاحقة والمطاردة في المكان. ما يحدث الآن في بلدة حوارة تحولت البلدة إلى سكنة عسكرية يفرض جيش الاحتلال ما يشبه حظر التجوال باتجاه التنقل للمركبات الفلسطينية وإغلاق حاجزي زعترة وحوارة إلى الجنوب من المدينة وإغلاق نفس القطاع والبلدات الفلسطينية في حوارة وعينبوس وكذلك أيضا مدخل بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس. نحو 40 مستوطنا يشنون هجمات متتالية باتجاه الأطراف الغربية من بلدة حوارة وأيضا تجمعات لأعداد من المستوطنين قرب ما يعرف بالدوار سلمان الفارسي وهي النقطة الفاصلة ما بين بلدة حوارة وحاجز حوارة إلى الجنوب من المدينة. سلسلة الإغلاقات طالت كافة الطرق. عندما أتحدث عن كافة الطرق الآن فعليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على نابلس خلال هذه الساعة من كافة الجهات. حاجز حوارة مغلق، طريق المربع تل إلى الجنوب الغربي مغلق، حاجز دير شرف مغلق، حاجز دير سرة مغلق، حاجز شافي شمرون مغلق، وكذلك أيضا الطرق الالتفافية تعاني وتشهد في هذه اللحظات من ازدحامات مرورية خانقة نتيجة تعطل قدرة الفلسطينيين على الوصول أو العودة إلى أماكن سكنائهم في هذه اللحظات من الشرق والجنوب والشمال يعني والغرب. هنالك إغلاقات كبيرة، أيضا هنالك مشاركة لسرب من طائرات الاستطلاع في هذه اللحظات في أرجاء المنطقة الغربية وكذلك أيضا الشرقية من مدينة نابلس تقوم على تكثيف جولاتها سيما وأن عملية الملاحقة تتم على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر بعض كاميرات تسجيلات الكاميرات لفهم أكبر لحيثيات حدث. رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وصل إلى موقع العملية وقال بأنه حادث صعب جدا وأن على الحكومة الإسرائيلية الانتقال بمخططاتها وخطوطها من الدفاع إلى الهجوم بتلويح وواضح باتجاه استمرار العمليات في العمق الفلسطيني، عمليات المداهمة والاعتقال، فيما وأن بعض المصادر العسكرية قالت بأنه نتيجة لربما لقمة العقبة أن يكون هنالك فقط عمليات وحسب الضرورة الملحة في العمق الفلسطيني ومناطق السلطة الفلسطينية. لكن الآن هنالك حديث عن مطالبات للوفد الإسرائيلي بالانسحاب. بالتأكيد ستكون عن 2 من القتلى. نعم خالد. خالد يعني هل تمكن الاحتلال عبر كاميرات المراقبة من معرفة هوية منفذ العملية، علما أنه كان هناك أيضا دعوات لأصحاب المحلات والمنازل على مواقع التواصل لحذف تسجيلات الكاميرات في منطقة العملية في حوارة؟ يعني لا يمكن الجزم بهذه التفاصيل. بالتأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل صادر كتسجيلات كاميرات المراقبة ويحاول أن يفهم حقيقة ما حدث. والمعلومات الأولية حول هذه التسجيلات تقول بأن شاب فلسطيني اصطدم بمركبة للمستوطنين وبعد ذلك ترجل وقف النار من مسافة. نعم سنعود المركبة وبعد ذلك لاذى بالفرار. نعم سنعود إليك مراسلنا من نابلس خالد بدير.